بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، إخواني أخواتي متابعي قناة من الصوت للبرمجة. درس جديد من سلسلة دروس دلفي، دائما مع المكونات المهمة في الدلفي. اليوم سنرى مكون الجريد بانل. إذا نفتح الدلفي، مشروع جديد. إذن أين يوجد مكون الجريد بانل؟ يوجد في الحزمة سوبليمون أو اديشنال. إذن نضع مكون جريد بانل على الفورم، نأتي إلى خاصية اللاين ونجعلها اولت لاين. كثيرا ما تطرح أسئلة في المنتديات ومواقع التواصل الاجتماعي حول تجاوب نوافذ مشروع ما بالدلفي ومكوناته مع جميع الشاشات الخاصة بالحواسيب ليظهر البرنامج متجاوب مع هذه الشاشات. إذن هذا المكون المخصص والذي هو Grid Panel عبارة عن حاوية لعدة مكونات أخرى يقوم بعملية جعل النوافذ متجاوبة مع جميع الشاشات، ومن اسمه يظهر أنه عبارة عن جدول أو شبكة مقسمة إلى أسطر وأعمدة، وتقاطع هذه الأسطر والأعمدة يشكل خلايا من خلالها نستطيع أن نضع مكونات أخرى أو كنترولز. يتحكم هذا المكون لتوزيعها على الفورم لتتجاوب مع الشاشات، وكل خلية تقبل مكون واحد فقط. إذن كما نلاحظ هنا، إذن نقوم بوضع بعض المكونات داخل هذا الفورم. إذن نضع مكون باتن هنا، ثم أضيف مكون آخر. إذا قمنا بإضافة مكون آخر فسيضعه في الخلية الثانية، لاحظوا، ثم هنا كذلك، ولاحظوا كيف يضيف هذه المكونات داخل الخلية. إذا نقوم أولا بحذف الكابشن ونقوم بالتنفيذ. إذا لاحظوا كيف يظهر هذا الجريد بانل وتظهر هذه المكونات موزعة داخل الفور. إذا قمنا بعملية تكبير، إذا لاحظوا كيف تستجيب هذه المكونات مع تكبير الفورم، وحتى وإن قمنا بتصغيرها لاحظوا كيف تتجاوب هذه المكونات مع الفورم حين التكبير والتصغير، وكذلك إذا قمنا بجعلها ملء الشاشة. إذن كيف يعمل هذا المكون؟ إذن هذا المكون لديه خاصية الأسطر والأعمدة، ويمكننا إضافة هذه الأسطر والأعمدة من خلال القائمة التي تظهر بالضغط اليمين بالفأرة على هذا المكون. إذا تظهر هذه القائمة، لدينا Editor the Column، يعني هنا نضيف الأعمدة، وهنا Editor the Line نضيف الأسطر. إذا نضيف الأعمدة، وكذلك نضيف الأسطر. إذا لدينا هنا member يعني member column و member row من العمود 0 إلى العمود 5، الكل لدينا 6 أعمدة، وهنا لدينا 2 4 6 أسطر. ثم لدينا التايب الخاص بالحجم، ولدينا الفاليو. يمكننا تغيير هذه
القيم من خلال الضغط هنا على هذا السطر مثلا، فيعطينا size style. لدينا الخاصية percent يعني النسبة المئوية، لدينا الخاصية auto، خاصية auto معناتها يعطيك اوتوماتيكيا الحجم الخاص بهذه القلية، و absolute معناتها سنقوم بتثبيت هذا الحجم. إذا نلاحظ النسبة هنا 50% وهنا النسب 0. إذا نغلق هذه. هناك خاصية أخرى تقوم بتوزيع النسب بالتساوي بالنسبة للأعمدة والنسب بالتساوي بالنسبة للأسطر. إذا نضغط عليها لاحظوا كيف أصبحت الأعمدة متساوية في الحجم، كذلك اللاينز، كذلك الأسطر أصبحت متساوية في الحجم. وهنا عند التنفيذ هذه الخطوط لا تظهر، هذه الخطوط المتقاطعة لا تظهر، وإنما فقط يظهر البانل والكنترول التي بداخله. إذا الآن نرى الإيديتر دو كولون، لاحظوا كيف أصبحت النسب متساوية بالنسبة لهذا الجريد بانل، كذلك بالنسبة لللاينز لاحظوا كذلك كيف أصبحت اللاينز متساوية عبارة عن مستطيلات يمكننا من خلالها وضع عدة مكونات. نبدأ بوضع المكونات داخل هذه الخلايا. سنضع مثلا مكون لابل هنا بالضغط عليه مرتين، ثم نريد أن نضيف مكون لابل هنا في الخلية الثانية فيضيفه هنا، نضيف لابل يضيفه هنا. هنا يضيف هذه المكونات أوتوماتيكيا. نحن نريد أن نضعها مثلا واحد أسفل الآخر، ولكن هنا يضعها في سطر واحد. نأتي إلى مكون اللابل. إذن لاحظوا في المكون لابل داخل هذا الجريد بانل، إذن لديه خاصية كولوم وخاصية رو وخاصية كولوم سبان ورو سبان. إذن ما معنى خاصية كولوم؟ معناتها أنه في الخلية صفر والرو صفر. إذا نريد لللابل الثاني أن يكون هنا في الخلية الثانية، معناتها الكولون رقم صفر والرو رقم واحد. إذا نعطيه الكولون صفر وهنا نضع هنا صفر وهنا واحد، وهذا نعطيه صفر صفر، وهذا نعطيه مثلا هنا لدينا السطر الثالث، إذا نعطيه السطر الثالث وهنا صفر، وهذا نعطيه أو هنا نعطيه الثاني، وهذا نعطيه الثالث، والعمود صفر. نضيف كذلك هنا، هذا نعطيه السطر الرابع والعمود صفر، ثم نضيف آخر ونعطيه الخامس وصفر. الآن نأتي إلى الخاصية فونت، نغير الفونت الخاص به إلى 14 مثلا. يمكننا كذلك أن نغير الفونت من خلال
المكون نفسه، ونغير كذلك الكالر الخاص به من هنا. إذا ننفذ ونلاحظ كيف تتوزع هذه المكونات وكيف تتجاوب مع الشاشة. لاحظوا هذه المكونات. إذن ويمكننا إضافة مكون آخر الذي هو مكون إيديت مثلا، وضعه بهذا الحجم، ثم نضيف مكون إيديت آخر، نعطيه الخاصية هنا السطر أو العمود واحد و اللاين واحد. إذن عفوا هكذا يمكننا التعديل على هذه المكونات. إيديت ثاني، يمكننا أن نقوم بتكبيره، وبالتالي هذه الخاصية كولوم والخاصية رو هي التي تسمح بتحديد الوضعية التي يمكننا أن نضعها بالنسبة للمكون داخل الجريد 1. لاحظوا كيف تظهر المكونات داخل هذا الجريد بانل بتصغيرها وتكبيرها. لاحظوا كيف تتوزع داخل الفرن. الآن نرى الخاصية، لو مثلا سنضع مثلا هنا بانل، هذا البانل سوف نجعله في هذه الخلية التي هي في السطر الثالث أو السطر الثاني، في السطر الثاني، والكولوم الخامس في الأخير، الكولوم الخامس نجعلها في الرابع. فالخاصية column span ستجعل هذا البانل يأخذ امتداد لهذه الخلية، مثلا الخلية هذه نجعله all clients. لاحظوا ونريده أن يأخذ هذه الخلايا كلها، يعني هذه الخلية وهذه وهذه وهذه، أربع خلايا بالكامل. إذا أقول له مثلا أربعة، أو عفوا راو سبان، نعطيه الخلية أربعة. إذا لاحظوا كيف هنا يقوم بالتمدد، هذه هي الخاصية row span. جعلها هنا صفر بالنسبة للكولوم، كذلك هنا صفر وهنا صفر، والبانل هذا أقوم بتغيير لونه إلى بلو. إذن ألاحظ كيف تصبح هذه البانل بالنسبة للخاصية column span و row span. وكيفية توزيع المكونات على الجريد بان، نلاحظ كيفية توزيع هذه المكونات
وكيفية تمددها وتقلصها بحسب حجم الفور. حسب حجم الفور. فلنأتي إلى هنا ونرى بعض الخصائص. إذا الخصائص العادية بالنسبة لهذا المكون، نبدأ من فوق. الخاصية اللاين، لدينا الخاصية alignment. إذا ما دام أنه all client لا نستطيع التحكم في الخاصية alignment. اللاين with margin، لاحظ كيف يأخذ مسافات بالنسبة للهوامش، يمكننا التحكم فيها عن طريق margins value. من هنا ما هي margins value by default هي 3 بكسل. ثم لدينا الانكورس كذلك، مادام انه all client فانه اخذ الاتجاهات كلها. ثم لدينا border style التي اصبحت bs now. كابشن، يمكننا كتابة كابشن خاصة به. الكالر، يمكننا إعطاء الجريد كالر معين هكذا مثلا. إذا لاحظوا كيف أصبح الجريد باللون الرمادي. لدينا الكيرسور، لدينا الفونت، يمكن تغيير الفونت، ويمكن تغيير فونت كل مكون على حدة. الهند كذلك، هايت، مارجنز رأيناها، يمكن أن يقبل بوب أب منيو، ولديه الخاصية رو كوليكشن، هذه رو كوليكشن، رايت، لدينا الكولوم كوليكشن، ها هي، ولدينا الرو كوليكشن. بالنسبة لهذا المكون هي الرو كوليكشن كذلك تظهر هذه القائمة الخاصة بالأسطر وهذه القائمة الخاصة بالكول. وكل هذه المكونات لاحظوا داخل الجريد بانل، تضاف إليها هذه الخاصية كولوم وراو وكولوم سبان وراو سبان. إضافة إلى لديه الوورد أوف خاصة بإنزال الكتابة إلى السطر في حال كانت الكتابة أكبر من حجم الخلية. هناك العديد من الخصائص تقريبا رأيناها كلها. إذا كان هذا درس حول الجريد بانل. تقبلوا تحياتنا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.